And we're down, we go, go. السلام عليكم اخوان كي دايرين صافا لاباس عليكم اليوم فلوغ جديد شحال هادي ما درت شي فلوغ وسيرتو بالاسك فاردا الزفارنا والزفر الزفرنانا كي اللي كيلقى السمية صعيب ينطقها ما علينا الموضوع اليوم والله ما عرفتش اي حاجة جات لي ببالي نهضر عليها وصافي اسك فاردا كيسولني شحال واحد واش هاني يضر بها في المدينة الكروس إلا كانت عنده الكارت كريز وعنده البلاكا هاني يتسركل به ما عندكش تكالما مع كار خرج به الحد ولا السبت ولا سير به الرملة ولا الجبال أما باش تدور فيه في المدينة انتيغدي حتاش ما عندوش الوراق هذا لا هذا أنا عندي الكارت كريز عندي لاشيرونس عندي المسائل البلاكا عندي المسائل اللي كاملة كنخرج به كعندك كان عندك كروس وبغيتي تخرج بها المدينة دير ليه الوراق وصافي شري ليه الوراق ودقوه انت الموتور ديالك ولا راجل ودور به في المدينة هانية شنو غنهضرو عاوتاني لونتخوتشي عند الموتور هاد اليومين عاد بدلت ليه الزيت وواحد لونتخوتشي مهم بزاف هو الجو ديال الصوباب فالف ادجستمنت تسمع الوقت هادوك لي صباط ما كيبقاش يتحلو يتسدو كما كان في الاول دونك خاصك ضروري يتقاد الجو ديالهم وكيفاش كيتقادو انا ندير شي لقطات الدخل ما بين 01 و 015 الدخلات الدخلات حتى 15 01 و 015 ما بيناتهم المهم شوف 01 واش كتدخل 15 كتدخل وباش كنعرفوا هاد لي صوباب خاصهم يتقادو هو مثلا فاش كتجي ديماري المطر الصباح اللي كيكون البرد اخ هذا ازداح الرويضة ديالو مع القد قلنا كيفاش كنعرفوا لي صوباب خاصهم يتقادو هو فاش ما كتبغي ديماري المطر الصباح مثلا وكيتعطل ما يديماري ولي صوباب بيان سور كنهضروا على الموتور ديال 4 طون 2 طون ما فيهش صوباب قلنا ملي كديماري المطر الصباح كيتعطل ما يديماري عر 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 سير ما كيبغيش يديماري بالزربه هنا كتعرف هذوك لي صباب ما كيخليوش الكومبريسيون مزيانه في الموتور يا اما كيبقاو محلولين يا اما كيبقاو محلولين شي شويه يا اما ما كيهبطوش بلاصتهم واش كنعرف عاوتاني الصباب خاصهم يتقادو هو فاش كيبقاش الموتور جهد فيه كيما مولف عليه في الاول وجميع الاحوال اي موتور خصو ضروري يتقادو فيه لي صباب ماشي ضروري يكونوا هاد الحوايج هادو مثلا ما كيديماريش في الوقت ولا كينقص منو الجهد باش يتقادو ضروري واحد ضرب واحد الكيلومتراج وخصك تقاد هاد لي صباب باش كيلومتراج باش كنعرفو هو خصك ترجع للمانيوال ديال الموتور ديالك منها كتعرف شحال كيلومتر خصك تضرب باش يتقادو لي صباب وتعرف حتى العبارات ديالو حيت كل موتور عنده العبارات ديالو كيكونوا دي باستيل داخل كيتسموا شيمز بلونجلي هادوك كتبدلهم وكيفاش كيكون القياس ديالهم كيكون داكشي القياس صغير بزاف يعني 0.05 ولا 0.02 3 1 مليمتر ماشي سنتيم ماشي متر وكما قلت لكم كل موتور عنده العبارات ديالو اللي خاصهم يتبدلوا خاصك ضروري ترجع للمانيو وكت عندك واحد الرينج باش كتعرف خصو يكون مثلا بحال هذا ملي مشيت لقى الدوملو لقيت خصهم يكونوا ما بين 0.10 و 0.15 مليمتر رانا لقيت 0.10 ما مزيره بزاف دونك سخنا وبدلنا ماشي بدلنا ولكن هو نورمالمون خصك تبدل هذاك لي باستي ولكن مهما ما لقيناهمش نقصنا منهم شي شويه حردناهم بالديسك ولاو كي داك العبار هو هذاك باش كنعبروه خاصو يكون واحد حوايج حديدات صغار كيكونوا فيهم هاد العبارات اللي قلت لكم ديال 0.05 ولا 0.012 هادو شوف 10 الا كتدخل 10 ما كتدخلش اذا هذا وهذا خصهم يتعاودوا
زيدي نقصوا لنا شويه دابا حيت مازال اوتر سبيك اوتر سبيك بحال اللي راه كنحسبوا داكشي بالمليمتر هذاك غير كيتطور. يقدر يجيكم هادشي اللي كنهضر لكم عليه غير تخربيق ولا ما خصوش يكون ولا راه كان عيق ولا انا اوبسيست وهادشي ديال المانتونس، ولكن بالعكس راه الا لقيتي غير فاصل غير 0.05 زايده على على العادي ولا على الناقصه ما غادي يخدم لك الموتور مزيان، حيت الموتور مصاوب بواحد الدقه كبيره وخصو يكون كلشي مقاد وكلشي معبور. ضروري كاين واحد لامارج ديال لوغ شي حاجه اخرى بغي نزيد شي مواضيع وحده اخرى شي حوايج نسيت ما هضرت عليهم. مثلا بالفلوقات اللي فاتوا نسيت ما هضرت على ليغو لقيت البرد خصك ضروري ليغو منها كيحميوك الى طحتي ما يتفرشخوش يديك في الارض، وليغو عاوتاني فيهم لي مارك بزاف كاين اللي فيهم البروتيكسيون ديال الجناب قاصحين كاين اللي مصنوعين بالجلد كاين كل وحده كيفاش، ولكن في لقيت البرد يمكن تستعمل لي غون ديالك عاديين، ولكن باش تحمي يدك من البرد من الاحسن دير شي غون ديال المواعن ما فيها والو. انا ملي كنخرج للاندورا كنستعمل ديال المواعن من تحت باش لقيتها فاش كيبردوا يدك كيولي السوق معنكش ما كتبقاش السوق على خاطرك والو. انا هذه طريقه بسيطه كتستعمل داك لي غون ديال المواعن اللي كيغسلوا بهم المواعن ولا ديال اللي كتلقى ديال الميكانيسيان ولا هذا كديرهم تحت لي غون ديالك وكما كيخليوش البرد يدخلك ولا الشتا ولا يدك يفزقوا ولا والو، كيبقاو يدك ديما سخان. اما ملي كيبردوا ولا كيفزقوا كيولي واحد السوقان لا علاقه وما كتبقاش حامل راسك السوق خاصك غير امتى تنزل من فوق الموتور. شي حاجه اخرى نسيت ما هضرت عليها هو على الزيت عاوتاني باش قلت لكم هضرت لكم على الزيت والخصائص ديالو والماركة اللي مزيانه واللي ما مزياناش باش تعرفوا الزيت مزيانه. كاين واحد التيست كيديروه انا نوري لكم دابا في الفيديو كيفاش كيدار. هذا غير سيميلاسيون ديالو باش يشوفوا على شحال كيتكال حتى الموتور كيوقع في وسط الاحتكاك، وكل ما كانت الكاليتي ديال الزيت مزيانه كل ما داك الاحتكاك كينقص. دونك نفس التيست جربوه المجموعه ديال الانواع ديال الزيت ونعطيكم غير مثال ما بين فوكس وموتيل نفس العباره ديال الزيت هما فولي سانتيتيك، وهذا غتلقاو بلي هاد فوكس اللي كنستعمل انا ما كينقصش داك الاحتكاك ما كينقصش بزاف داك الحديده الصغيره اللي كيعبروا بها على عكس موتيل تلقاه نقص بزاف. هادشي راه غير 5 دقائق وتخيل معايا انت مثلا في واحد المده طويله. وباش كتعرف مثلا الموتور ديالك راه كيتكال بزاف ولا داك الزيت اللي كتستعمل ماشي فعاله بحال الزيت ديال فوكس هي باش ملي كتحيد داك البولون التحتاني اللي باش تدير الزيت باش تلقيتها باش دير الفيدونت داك البولون كيكون فيه الهند وكتلقى داك الشظايا صغارين ديال الحديد الا لقيتيهم تما ديال الحديد ولا ديال الالومنيوم عرف بلي الموتور ديالك راه كيتكال بزاف وداك الزيت اللي كتستعمل ماشي حتى لتبا. الزيت اللي كتستعمل ماشي حتى لتما وما كتحافظش على الموتور ديالك الا مثلا في السخونيه ولا هذا، وكل ما زادت الكاليتي ديال الزيت كل ما كيصبر السخونيه اكثر وكيصبر الوقت اكثر. وكما قلنا عاوتاني الا كانت الزيت فولي سينتيتيك غتصبر الزيت غتصبر الوقت والسخونيه اكثر. دونك هادو كانوا المواضيع اللي بغيت نزيد نهضر عليهم والويكاند اللي فات راني جيت لكازا ما تلاقيت غير الدراري الموتوفلوغرز تفرجنا الماتش مع بعضياتنا نشطنا وفرحنا باش ربح المنتخب. كنا جالسين مع بعضياتنا في واحد القهوه ما عرفتش سميتها جات في حدا شارع مولاي يوسف جمعنا كاملين ونشطنا وخرجنا بالاخر درنا مع بعضياتنا وهي هذيك عاوتاني وتعرفت على الموتوفلوغرز اللي ما كناش كنهضروا ولا كنهضروا غير قليل. وهذا مكان والفانز ما درتش نتلاقى معاهم سمحوا لي حتى جيت مزروب انا كنت عوال جاي على ندوز بعدا مينيموم واحد 4 ايام ولا 5 ايام
ولكن الولد اللي كان معايا كان عنده شي اشغال ما كانش يمكن له يجي ولا ما كانش يمكن له يبقى تما بزاف. دونك اضطريت جيت الجمعه والحد رجعت لحالاتي. حتى المره الجايه نكون جاي ان شاء الله سواء غنجيب موطور سواء غنجيب طوموبيل ولا سواء غنجيب الكار نعلمكم ولا بدا نتلاقى معكم ونتعرفوا عاوتاني ومنها تشوفوا عاوتاني الفيز ديالي كي داير الى اخره. واحد القضيه واحده اخرى بغيت نزيد هي في الفيديوهات الاندورو كتشوفوني كنطيح بزاف وهذا وداكشي ما راهش بالعاني بالعكس راه بعض المرات كتحط شي مواقف ما عندك كي دير اللهم كتسمح في الموتور وتتلاح منه على الطيح انت عرفتي الا مكنتيش هاد في الموتور غتفرشخ اللهم كتلوح وصافي وتنزل انت وتبقى هاني مع راسك. وهادشي خصك تعلم ديرو حتى في الطريق شحال من حاجه شحال من موقف تقدر تطيح فيه في الطريق تفضل عندك تلوح موتورك ولا تخليه يسلق على تبقى راكب فوقه. وفي الاندورو عاوتاني بعض المرات كما قلت لكم ما كتلقاش فين تحط رجلك الموتور كروس راه عالي والارض ما كنمشاوش فيها بحال هكا كما كتشوف في الطريق راه كتلقى الحدوره هنا وحدوره هنا الساقيه هنا وكتلقى فين تحط رجلك وكطيح الموتور صافي كاين شي طيحات بايخين ولكن ما عندك كدير. والاخوان هذا ما كان معكم ملتقى لايبه بيس.